سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. وضع على الأحداث هذا اليوم أبدأها من السعودية، حيث تعهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بإبرام اتفاقيات سلام كاملة مع السعودية والدول العربية الأخرى في حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى، مضيفا أن القيام بذلك سيقربنا من نهاية الصراع العربي الإسرائيلي كما قال. وأضاف نتنياهو أن اتفاقات أبراهام جلبت بالفعل شرق أوسط جديد، وشكر نتنياهو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ما أسماه مساهمته في اتفاقيات السلام الأربع التي أبرمت دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وفي وقت تتزايد فيه التقارير بشأن توجه لإقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وتل أبيب، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مكان بأن طائرة تابعة للموساد حطت الاثنين في مطار العاصمة السعودية. وقال معلق الشؤون السياسية شمعون آران إن الطائرة حطت في الرياض كما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. نتابع. مشاهدينا للمزيد ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والباحث في شؤون الخليج، كما ارحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد احمد الشيبه النعيمي رئيس الرابطه الاماراتيه لمقاومه التطبيع. دكتور جواد، لو بدات معك، كيف توقفت عند تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسبق بنيامين نتنياهو حول دور ابن سلمان في عمليه التطبيع الاخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى مشاهديك. أولا فعلا يعني ما قاله نتنياهو صحيح، محمد بن سلمان والإدارة السعودية ككل كان لها دور بارز في يعني تعبيد الطريق لدخول بعض الدول العربية أو كل الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل. مثلا لو أخذنا على سبيل المثال دولة البحرين، منذ أن دخلت القوات السعودية إلى البحرين قبل أكثر من 10 سنوات، والقرار السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي والاجتماعي هو في الرياض وليس في المنامة، ولا تستطيع المنامة أن تقدم على هذه الخطوة من دون أن تقوم السعودية بإعطاها الضوء الأخضر. كذلك الكلام ينطبق على الإمارات. الإمارات لن تمضي لوحدها في هذا المشروع لولا التأييد السعودي، وكذلك المغرب والسودان. رأينا لقاءات مكثفة بعد قدوم العسكر إلى الحكم في السودان، لقاءات مع بن سلمان في الرياض، ومن ثم أعلنوا على إقدامهم على هذه الخطوة. ولذلك أهمية المملكة العربية السعودية في العقل الصهيوني وفي العقل الأمريكي تبدو يعني أهمية كبيرة، لأن يعني إذا ما قامت بخطوة التطبيع لجر باقي الدول العربية والإسلامية إلى هذه المرحلة. طيب سيد أحمد، يعني قبل عام قيل بأنه التقى نتنياهو بمحمد بن سلمان في شرم الشيخ. السؤال الآن، ما الدور الذي لعبه محمد بن سلمان في الترويج أو في دعم التطبيع، وعلى أي أساس يقوم نتنياهو بالإشادة بهذا الدور؟
بداية يعني هو حقيقة ارتباط هذا الأمر بذلك الخبر هو ارتباط وثيق ليس بالبسيط، خاصة أن كان هناك نفي سعودي محاولات النأي بعيدا عن الذهاب إلى التطبيع أو عدم إبداء أي توجه نحو موضوع التطبيع. اليوم وفي مثل هذا التوقيت يأتي التصريح واضحا من قبل الجانب الإسرائيلي الكيان الصهيوني بأن هناك تدخل منذ تلك الفترة، وهذا يثبت أن اللقاءات كانت موجودة. لماذا يقوم الإسرائيليون بمثل هذه الخطوة؟ لماذا ينطلقون نحو التصريح؟ لماذا نتنياهو اليوم يصرح؟ لعدة أمور، وأعتقد أن النقطة الأولى هو أنه يريد الإحراج، لا يريد أن يبقى شيء تحت الطاولة، يريد من هذه الدول التي كانت مطبعة من أصل لكنها كله من تحت الطاولة وتخفي هذا التطبيع بأن تقدم اليوم للانطلاق إلى التطبيع العلني كما قامت بقية الدول، وبالتالي هو يفضح أدوارها ويفضح أدوار من يقودوها. الأمر الآخر هو أنه تأتي قبيل الزيارة، زيارة بايدن التي يعني متوقع لها أن يكون لها الدور الأكبر في موضوع يعني التقارب أو الوصول إلى التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني، وهذا ما يعني يترقب بأنه يكون نقلة كبيرة في عملية التطبيع، لأن السعودية بما تمثله بالنسبة للعالم الإسلامي من يعني تاريخ في القضية الفلسطينية وفي دعم القضية الفلسطينية، اليوم ستكون هناك نقلة ليست بالبسيطة وإنما إلى الجهة المقابلة تماما أو جهة العدو تماما، ألا وهو الكيان الصهيوني، لكي يعني ينكشف ظهر القضية الفلسطينية بالنسبة للكثيرين اليوم. نحن نعلم بأن هذا التطبيع ليس بالجديد، ولكن كان هناك على حياء وكان هناك محاولات لإخفاء هذا الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، والآن الكيان الصهيوني يدفع لفضح هذا الأمر. ولكن دكتور جواد، يعني لماذا تقوم السعودية ب يعني تسهيل عملية التطبيع ودعم تطبيع دول عربية أخرى في حين أنها هي لم تقدم حتى الآن على الأقل علنا على الأقل لم تقدم على هذه الخطوة؟ كيف نفهم هذا؟ لسببين. السبب الأول، مكانة المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وهي تعرف جيدا هذه المكانة، وأنها إذا ما أقدمت على هذه الخطوة قد تخسر أو تتزعزع هيبة المملكة العربية السعودية في الدول العربية والإسلامية، أو ما بقى لها من هيبة. السبب الثاني، السعودية كحالها كحال الدول بقية الدول تلعب وتبتز، وورقة التطبيع يحاول محمد بن سلمان أن يحتفظ بها إلى وقتها الملائم له. يعني أنا أتوقع حسب تحليل الشخصي أنه لن يكون هناك تطبيع في هذه الزيارة، زيارة بايدن. ليش؟ أولا لأن سلمان الملك قد وعد محمود عباس في عهد ترامب وليس في عهد بايدن. في عهد ترامب سلمان زار محمود عباس الرياض أيام صفقة القرن وما أشبه، وتعهد له الملك سلمان بأنه لن يكون هناك تطبيع للمملكة العربية السعودية مع الكيان الصهيوني وأنا حي، وأن ملف التطبيع ليس في يد محمد بن سلمان وإنما في يدي. أضف إلى ذلك أن عوامل عدم التطبيع اليوم تخدم محمد بن سلمان ولا تخدمه عملية التطبيع. يعني هذه الورقة ستجعل من الأمريكان مثلا يأخذون ويعطون معه، يتعاطون معه، مو وعد بايدن بأن سيجعل المملكة العربية السعودية منبوذة. هذه الورقة تجعل من الأمريكان أن تتعاطى مع المملكة العربية السعودية وتحاول معها عبر الدبلوماسية، عبر اللقاءات، عبر الزيارات وما أشبه. إضافة إلى ذلك، هم لديهم ورقة أنهم ضغوطات حقوق الإنسان وما أشبه على المملكة العربية السعودية، فهو يحتفظ بهذه الورقة من أجل درء هذه
تلك الأوراق التي ليست في صالح. من هنا تصريحات نتنياهو تصريحات انتخابية أكثر منها واقعية. أنا تابعت في اليومين الماضيين الإعلام الإسرائيلي وكيف كان متشائما من أن تحدث هذه الزيارة لبايدن أي اختراق في مسألة التطبيع. صح هناك علاقات من تحت الطاولة، هناك الآن الرحلات الجوية فوق الرياض، لكن هذا ليس اختراق، أمر كبير ومهم لكنه ليس إنجازا سياسيا بالنسبة للعدل. نعم. الصهيوني. سيد أحمد، إلى أي مدى توافق هذا على هذا الكلام؟ هل السعودية قد تمضي قدما في التطبيع وبالتالي تجازف بخسارة هذه المكانة، مكانتها التي تمثلها بالنسبة للعالم الإسلامي، أم أنها ستحجم نتيجة للعب بهذه الأوراق التي تحدث عنها دكتور جواد؟ دكتور جواد الحقيقة يعني تكلم بنقاط مهمة جدا، وأنا يعني أؤيد هذا الرأي، يعني خاصة تحليله بأن الوضع بالنسبة للسعودية سوف يكون خطير جدا خاصة بالنسبة لمكانتها. وإذا ما كانت السعودية تريد أن تلعب لعبة سياسية على الأقل يعني، وليس محافظة على المكانة من ناحية قيمية، يعني قد يكون الناحية القيمية هي الأساس في الأصل بالنسبة لنا، لكن لو أنها تريد أن تلعب لعبة سياسية فإنها تخاطر وتجازف مجازفة ليست بالبسيطة، لأن مكانة السعودية الإسلامية والمكانة التي تحتلها في العالم الإسلامي ليست بالبسيطة، ليست كبقية الدول التي طبعت سابقا، فستعتبر هذه النقلة هي ضربة للمكانة السعودية، وهذا تحليل صحيح. والمعلومات التي أدلى بها بالنسبة لموضوع ما قاله الملك سلمان، وإن كنت مؤيد مثل هذا الأمر، لكن هذه الدول للأسف اليوم تخلت عن كثير من الأمور وتخلت عن كثير من الوعود، فلا نستطيع أن نعول على هذا الوعد الذي هو موجود، ولا نستطيع أن احنا نضمن بأن يبقى الملف حتى عند الملك سلمان مع وجود السطوة الكبيرة الآن يعني الأمير محمد بن سلمان وهو يسيطر على كثير من المواقف. النقطة المهمة هنا حول موضوع يعني أن نعم يبدو فقدنا سيد أحمد الشيب النعيمي. دكتور جواد، ما الذي يدفع، يمكن أن يدفع السعودية أو النظام السعودي إلى إقامة علاقات أو ربط علاقات مع دولة الاحتلال؟ ما هي المصالح؟ هل هناك مصالح حقيقية للسعودية مع دولة الاحتلال؟ هذا الموضوع يثيره الأمريكان أكثر من القادة في منطقة الخليج أو في الدول العربية الذين يريدون التطبيع. هذه الأنظمة الوظيفية تخضع لأوامر أمريكية، في صالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن يكون هناك تطبيع، لكن حتى المطبعين أنفسهم لم يثبتوا في يوم من الأيام طوال السنتين الماضيتين خاصة في الإمارات والبحرين والدول المطبعة من أن حديثهم عن الأمن والاستقرار إذا ما قاموا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني سيتحقق في هذه المنطقة. فوبيا إيران التي يثيرها الغرب بالنسبة لهؤلاء، أيضا محمد بن سلمان يلعب على هذه الورقة. فنلاحظ أنه خلال الفترة الماضية هناك تصريحات سعودية من أنها ستواصل المفاوضات مع إيران من أجل يعني مصالح المنطقة. التعامل هذه السنة مع الحجاج الإيرانيين في المملكة العربية السعودية تعامل خاص كان، ومرحب بهم بالإيرانيين، وفعلا وفت المملكة العربية السعودية بما قالته في اجتماعات اللجنة المنظمة للحجاج الإيرانيين، وهذه رسالة يبعث بها محمد بن سلمان إلى الآخرين. ورقة إيران بالنسبة للسعودية أيضا هو يلعب فيها بأنه هناك طريق آخر أنا أستطيع أن أسلكه بتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ونحن نعرف
والعالم يعرف أن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعني هو الذي سيعطي لهذه المنطقة استراتيجية جديدة للأمن والاستقرار، وتختفي مقولة أن إيران هي تشكل خطر داهم على الدول الخليجية. سيد أحمد، عاد إلينا يعني مسار التطبيع هذا إذا ما تم السير به، إلى أي مدى يمكن أن يقال أنه سيقوض فرص محمد بن سلمان بالوصول إلى العرش، أم أنه العكس صحيح؟ لا شك الحقيقة بأن له أثر كبير جدا وليس بالبسيط. ونحن يعني اليوم لا نتكلم فقط عن محمد بن سلمان، إنما نتكلم عن السعودية في ذاتها، بأنه سيكون التأثير على السعودية أمر أو المملكة سيكون عليها تأثير ليس بالبسيط في موضوع الاتجاه نحو التطبيع، وسوف يأخذ مسار فيه يعني فتح يعني فجوة واسعة وكبيرة ما بين الشعب السعودي الذي هو معروف وكبقية الشعوب العربية والإسلامية التي ترفض عملية التطبيع. إلى اليوم حاولت الحكومة الإماراتية أن تعمل جاهدة على موضوع التطبيع الشعبي، إلا أنها فشلت فشل ذريع، وكل الحكومات التي انطلقت إلى هذا الاتجاه فشلت فشل ذريع. محمد بن سلمان كما ذكر الدكتور جواد لعله هو يلعب ببعض الأوراق، إلا أنه يفترض منه أن ينظر إلى أسلافه في موضوع القضية الفلسطينية بأنها قضية ليست كبقية القضايا، ليست عملية أن تراهن عليها. فالشعوب مختلفة في هذه القضية، الشعوب تختلف نظرتها في التعامل مع القضية الفلسطينية عن بقية القضايا، وبالتالي أنا أعتقد بأن سيكون له أثر كبير على مستوى الأمير محمد بن سلمان أو على مستوى السعودية ويعني كل الطبقة الحاكمة أيضا في السعودية. أشكرك جزيلا سيد أحمد شيبان نعيمي، رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، كنت معي عبر سكايب من لندن. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والباحث في شؤون الخليج، شكرا لك.